فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو على مقابلات نصف نهائي كاس تونس ومقابله نبداو بمقابله الكلوب والاتحاد المونستيري. نبدا معاك سي المنجي، شو تبدل في الفريق؟ ظهر لي ما عادش كان شاهد الماتش البارح ولا طبعا بغض النظر عن النتيجه، حتى لو كان خسر الكلوب شنو عاود نفس السؤال، ماتش كبير برشا عملته الكلوب، حتى تشوف لي نومبر ديزوكازيون، تالق بشير بن سعيد، شنو تبدل في الكلوب بين الفتره الاولى والفتره الثانيه؟ عندنا سنوات ما شفناش اداء كيما الاداء نتاع النادي الافريقي البارح. تشوف لا 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 لوساتور الموجوده، قدوم معناها المدرب منتصر الوحيشي، سي اخونا منتصر الوحيشي، الاداره على راسهم السيد يوسف العلمي. شفنا اليوم حتى هزيمه لحد الان، اخر مباراه اللي شفنا النادي الافريقي عاد مباراه كبيره هي نهائيه الكاس عام 2018 كرام على تسيريه 4-1 ضد النجم الرياضي الساحلي. لكن الشيء اللي فريمون يفرح برشا كي تشوف لونجاجمون تاع جوارات كو سوا العقربي بيان سور عاد في تخيلي التالي العقربي العبيدي العيفة غازي عبد الرزاق اندي ماير احمد خليل بيان سور اسمه يحيى دونك خليت لي اليوم النادي الافريقي كي تشوف انت صابر بن خليفه كي تشوف ادم الطاوسي جوكرواسي ادم الطاوس خليت اليوم انا نقول حاجه بركه اليوم للنادي الافريقي باش يحضر يبدا يحضر ديجا سيزون جايه واسطوره كيما خالد اسمه بن يحيى وسام بن يحيى وسام بن يحيى فريمون سي ان اكزامبل طول النيفو. انا كان جيت في اداره النادي الافريقي اليوم اسطوره وفي الملعب وخارج الميدان انا نعمل له برولونغاسيون دو كونترا نتاع عامين مينيموم توا، لان الملاعب هذايا باش يكون ان اكزامبل للناس الكل كي تشوف الاداء نتاعو في الميدان. انا لامبرسيون اللي هو عمره 20 سنه، وانا حضرت لاول ماتش يلعب فيه في النادي الافريقي معناها في ستاد الزويتن اللي نتفكروا لليوم وقتها مع سي صالح الثابتي ومع سي شريف بلامين الله يرحمه وينعمه. خليت لليوم النادي الافريقي في طريق صحيح كي تشوف الهيئه معناها ككل باللونتوراج نتاع منتصر خونا منتصر روحيشي العمل اللي قاعدين يخدموا فيه، كي تشوف العلاقه ما بين الملاعبيه، كي تشوف لي بوندون لو ماتش تبدا كوره او نيفو اوفنسيف ومنتصر هو الهيئه نتاعو قاعدين يصلحوا في الدفاع. خليت للعقليه لولا حارس المرمى الاتحاد المنستيري لكانت النتيجه تكون اكثر من ضربات الجزاء. والحاجه الباهيه الانتيليجنس كي تشوف الفرحه ما بين حراس المرمى الزوز، يدخل حارس مرمى وما تسجل حتى هدف، هو سي تري رار من الفريق المنافس وتترشح النادي الافريقي للنهائي. خليت للنادي الافريقي ماشي في طريق صحيح، نتمنى لهم كل الخير والتوفيق ان شاء الله. سامي نسالك عن فريقك السابق الاتحاد المنستيري، ماهوش تقريبا نفس الفريق اللي رغم انه وصل نصف نهائي كاس تونس، مش نفس الفريق نتاع عمناوي، خرجوا منه برشا من لاعبيه، تبدل الاطار الفني، لكن كوميم ما شفناش الاتحاد نتاع اللي مستانسين نشوفوه يتفرج كوره البارح. نكون سؤال هو صحيح انت عطيت سؤال صحيح كنت نحكي فيه انا. اللي يتفرج في المقابله في الدوز ايكيب من غير ما تحط الاسامي ترى الايكيب عملت يعني كما نقولوا عملت الجرون ماتش، والايكيب الثانيه عملت ديفونسيف برشا. يعني كما نقولوا احنا فريق قوي وفريق ضعيف. لكن كي تجي الاسامي تقول الاتحاد المنستيري وتقول النادي الافريقي، الاتحاد المنستيري فريق يعني هز كوب تونس وفريق من لعب الكوب دو كاف اول العام. فريق قوي، يعني علاش اختار الاتحاد المنستيري باش يلعب ديفونسيف ويلعب التالي ويعمل بلوك با برشا على الاخر ويستيوس والنومبر دو زوكازيون اللي جات للكلوب افريكان، وتشوف الكلوب افريكان في وسط التيران يعني تلقى ديما في ليبرتي كبيره، حتى في الدوزيام بال تلقى بعاد برشا يعني ويتاكي بان ولا زوز ومخرط يمكن دو تروا فوا للكاج. اشكاليه كبيره، سؤال في بلاصتو ما عنديش جواب ليه، خاطر بيناتنا اللي اختار باش يلعب بلوك با برشا غاديكا واختار باش يلعب ديفونسيف على الاخر قبل اللاعب الاتحاد المنستيري. الكلوب افريكان في نهارو خلق دي زوكازيون دو بوت مع سامي تبارك الله، معناتها كيما جبتهم تناقض وسام يحيى وصابر خليفه والذوادي وبلال العيفه، سامي فوق 30 سنه معناتها عمار فوق 30 سنه تبارك الله، ويعطيو في الروندمون هذاك ويلعبوا بالريتم هذاك، يعني قولوا احنا مرتاحين يعني نفسانيا.
مش متناسقة برشا، مش متقابلة برشا، لكن اللي اختار باش يلعب ديفونسيف كمل 90 دقيقة يكون مشى البيلانتيات، يكون حب يوصل 120 دقيقة بيلانتيات، لكن في البيلانتيات ما مشاتش معاه الحظ تاع المستيري. برافو للنادي الافريقي و 200 اللي انت كيفاش تقولها تستاهل باش الميريت معناتها باش تترشح، عملت ان غرون ماتش بالنومبر دو زوكازيون اللي جاو، غرون ماتش كبير برشا، باش نشوفوا فالير اخر مع سي اس اس في الفينال، نشوفوا اللعبه كيفاش تكون. لكن بالنسبه للماتش هذايا ظهر فريق اقوى من فريق واللي ترشحوا لي اقوى. كي تصنع دي زوكازيون سافو دير كو العمل اللي قاعدين يخدموا فيه عمل كبير برشا، سي تري امبورطون. راه حتى ولو الجارديان اي تي اكسترا ولا راتاج صار ولا حاجه، سافو دير كو لو ترافاي دو فون لا باز نتاع الخدمه او نيفو اوفنسيف او نيفو دو جو كيفاش تخرج الكره من الدفاع وكل شيء، خليت اللي ثم سابروف اللي تفرج زوكازيون كبير برشا. وقلت لك ظهر فريق خير من فريق، يعني مش اللي ترشح هو اللي اقوى. وانت تتفرج سليم تحس لي البونتو جاي كل وقت ينجم يجي ايرويك بشير بن سعيد البارح الفيسبوك الكل يحكي على بشير بن سعيد شبيه مش شبيه مش في المنتخب في التيتاتيت وفي اللي يخرج الكره من لا تطور بصراحه من اللي كان في جيبس وجاي مستير وهنا سور زاد ما نعرفش الحقيقه كان في جيبس ما يلعبش اي كان حارس الثاني خدم برشا في المستير تحسن باش كل واحد نعطيه حقه. طارق ميميش مدرب حراس توا يخدم في ليبيا تحسن برشا مع ننصحوا خويا وليد اللي ينقص من بروفوكاسيون تضيع الوقت وكل شيء راه مش باهي فريمون سي فريمون هو ذاك حضرتنا كل سي دوماج سي دوماج ذكروا مسكين مازال مو في السيزون تاعها عنده سوبر كوب برشا ما عندي نظره لحراس المرمى هو نجح في الكاج جارديان دو بيت باش يمشي الفالور باش يمشي الفريق اكبر يزمو يكور بساقيه انا ما شفتوش يكور بساقيه ان شاء الله يطلع ملاعبي في سيقو حتى كان يطلع ملاعبي في سيقو ما ينزل لا لا معناتها باش يمشي لا في الشريفيه لا لا باش تلز في في الكيب الكبيره كي باش تمشي تطلع في الكيب الكبيره باش تلز تلعب سقيك كلامه صحيح راه ابار بالبو ان شاء الله يكون انا نتمنى يكون ملاعبي في سيقو وقتها نقول من اول الدنيا ما مليا اسباب ولا اخرى ديما حارس المنتخب تلقاه جينيرالمون من الاربعه اللي يقولوا صعيب برشا باش تلقى كيف كيف الكلام على دي جمال اي نرجعوا حتى الستينات سبعينات معناتها بعد على التوغا جاو يمكن هو تو يطلع ميلي فهمت روندمون سنة تو تاخذ فريق من ليكيبات الكبار تو فما كلامات عليه على الكلوب زاد تو انه عاد في الدخيله في نهايه عقده رد بالك حارس مرمى في اتحاد المنستير مش كيف كيف باش يمشي للترجي فوالا شفناه راهو لازم يكون الحارس القديم نتاع الاتحاد المنستير مشى النجم الرياضي الساحلي ما كلام الدين دونك انت تلقى روحك هذا باش نحكي فيه يعطيك السعد ملاعب في الكاج وبلايريان وسراس كلمة على سيف الشرفي ظروف صعيبة اللي تعدى بها في وقت من الاوقات وبطل ورجع السنين اللي الفريق يلقاه في مقابلات وسط الموسم تذكر ضد النادي الرياضي البنزرتي كان موجود عاطف كان مصاب في بعض اللقاءات ولقاه في الكاس نحب نسالك انا وليد على الفرحه الهستيريه شفناها البارح من لعبيه الكلوب الجمهور شو ايش اقول لك عام صعيب ما كومي ما تهزش تيتر ما تهزش تيتر لكن كل خطوه يعملها كل والانتصار اللي يجيب الانتصار عادي شفنا ما تنساش الجمهور عنده برشا نفكرك بحاجه شفنا ليتوال كي ربحت الاسبيرونس والفرحه اللي صارت معناها تنجم تخرج معناتها من لعبيه من الكونسنتراسيون ولا اون فينال موتيفاسيون وحدها وحكايه وحدها راهو ضد فريق كبير زاد النادي الرياضي الصفاقسي كيف كيف اللي عنده حظوظ وتو نحكيو عليه بعد شويه اكيد تحسن برشا ولو لعب ضد نادي الاولمبي للنقل من صعد للرابطه الثانيه لكن ظاهر انه حمد الدو خدم خدمه مش خايبه عادي الفرحه نشوفها عاديه ناس تعديت عام صعيب ناس خافت من الاسوء سلام الكوب هي حبل النجاة اللي باش تخلي السمعه تخلي ليماج تاعك الفريق الكبير وكلامور بروبر تاع الفريق الكبير نحكيو على النادي الافريقي انا فرحه نشوفها عاديه وما هي الا خطوه نحو تحقيق لقب ينقذ به النادي الافريقي المئويه نتاعو مرات واحد يبدا ما يفرحش برشا برشا دي المينيموم عرفت الجمهور عنده برشا ما تلم والجمهور عنده برشا ما تلمش في الاستاد المينيموم تفرح وين كانوا خاطر كانوا في استياسيون كانوا الجمهوريه راهو البارح جماهير الكريم جمعيه تلعب على التيوح جمعيه في استياسيون صعيبه في اسفل الترتيب عام كامل ما ثماش حاجه تفرحها ما ثماش حاجات جا الكوب هذايا فرحه في الكوب انا مانيش فاهم استاد ميدون كيفاش باش يقبل الجماهير تاع زوز فرق الحقيقه القرار الحقيقه الشعبوي 2000
وقديش باش يقبلوا منه معناتها 10% 200 قرار شعبي ما تعيش فوضى فيه شعبي بامتياز الحقيقه مع احترامي راني انا حتى احكي انا هذه هي هذه هي حاجات ما يدرسوهاش اما الحقيقه ندي الفريق ونادي الفريق 201 ما يجوش مسؤولين سامحوني اسكو القرار تخذاه اللي هي ما غير جمهور لا لا بالجمهور لا لا القرار تاع الوزاره انه الكاباسيتي تاع كل فضاء هي 10% من معناتها هو يهز حسب المعلومه اللي عندي 2003 باهي خلينا نحكيو شويه ماتش السي اس اس والسي او تي نجمو نسميوه ماتش سي المنجي باللي صار الكل بالتوقفات بالفوضى بالشماريخ بالافلام هو اللي صار احنا قلناه اللي قبل المباراه اللي جماهير من سيدي حسين حي التضامن حي هلال للملاسين الناس كل في لي زابارتمون في الواحد يحبوا يتفرجوا في المباراه لكن هذايا ما يلزمش رانا نقول اللي بتاتر ثم برشا ناس حبوا يمكن الظروف نتاعهم معناها وراو اللي يقول لك اليوم ثم مباراه باش تصير عليها اضواء نحاول نسمع صوتي بالطريقه هذه اللي انا من جو سوي با بيان سور داكور مي لكن يلزمنا نقفوا زادة مع الجهات مع الاماكن هذه اللي تتعدى بظروف صعبه وصعبه جدا خلات اللي علاش ما تصيرش في التياتر علاش ما تصيرش في اماكن اخرى صارت في المباراه هذه اللي كانت يقول لك احنا باش نثبتوا بالواضح اللي احنا ظروفنا يعلم بها ربي وكل شيء دونك بالبطاله وبالظروف الصحيه بالوبائيه وكل شيء خلات اللي اليوم الناس حبوا يعطيوا صورة معناها تلهاو بينا رانا احنا بالمباراة هذية سي دوماج كو صارت ما في مباراة كاس اللي انا ما يلزمش تصير الاشياء هذية لكن نقول حذري اللي يلزمنا نقفوا مع الجهات هذوما نقفوا مع الاماكن هذية اللي تتعدى بصعوبات كبيرة برشا حتى حد ما يسمعهم حبذوا هما باش يستعملوا يستغلوا الفرصة بتاع كاس تونس باش يسمعوا اصواتهم يوصلوا صوتهم لكن ماهيش هذية لان اليوم ديجا النادي الاولمبي للنقل وصل للنصف النهائي طلع للدرجه الثانيه بور موا عندي انا وعند الناس الكل انجاز الناس اللي يحبوا بتاتر عندهم مشاكل اخرى بتاتر في مع النادي الاولمبي مع الريوسيت هذيا وموجوده الاشياء هذيا خليت لي اليوم سي دوماج خاطر العالم مجمع تفرج في المباراه هذيا معناها وباللي صاير في المباراه والصوره ماهيش باهيه لتونس لكن يلزمنا نتفاداو هالاشياء هذيا بالديالوج ناسيونال بالوقفه في الجهات باللي بروميس يلزمهم يكونوا تونيو خاطر عندنا برشا ناس قاعده تتكلم ماهيش قاعده تفعل انا اتمنى الاشياء هذيا ما عادش تصير في تونس. سامي من القصه صعوبه كبيره السياسات باش تتاهل. فوارق كبيره معناتها فنيا معناتها الجمعيه تلعب على الكوب دافريك شامبيون كاف وتلعب في الشامبيون بارمي لي كاتر غران كلوب وجمعيه ديفيزيون 3 معناتها ديفيزيون 3 طلعت ديفيزيون 2 مع انه ديفيزيون 3 خرجوا منها الملاعبيه اللي قعدت تلعب بولادها الصغار معناتها باش تقدر ديفيرينسا معناتها باش تقدر ديفيرينسا كبيره معناتها باش تقدر نقول انا اللي الجماهير في كرة القدم ما تنجمش تسيطر عليها معناتها امبوسيبل باش نجم تسيطر في تونس على جماهير كرة القدم، جماهير كرة القدم تعمل اللي تحبها. وتزيد في 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 بلاصة كما نقولوا احنا صعيبة كما قلت المنجي صعيبة من بطالة وبرشا حاجات يعني فقر وبرشا يعني حتى مشيت الحي هلال ثقافة مشيت الحي تضامن خويا سامي نمشي ندور ماشي اي فوالا باش نقول لك حاجة باش نقول لك حاجة انا مشيت وزرت الجهه هذه فريمون صافي مالوكور اللي انت في وسط العاصمه في تونس تلقى اشياء مش عليك في بلاد اخرى مش عليك في بلاد اخرى يزينا من لي بروميس يزينا البلاد هذه انا نقول لكم ونعاودها اللي اذا كان نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع البلاد ومع الشعب هذا تشوف شنو خرجوا منها اليوم يزينا من الكلام خاطر برشا ناس وانت تعرف برشا حتى مدربين كي تسمعهم يتكلموا يحلوا في مباراه تقول كان جا يلعب معناها يدرب كيما يتكلم راه يهز كاس العالم ولكن اليوم الله يخليك راهو يلزمنا الكره يلزمها هي اللي تدخل الفرحه للناس ويلزمنا نعرفوا شنو
الداوين النقايس وين، سامحني النقايس وين، ونعطيه قيمه للشعب هذايا باش ما تصيرش اشياء كيما هكا. راهو الجورات والجماهير اللي قاعده تتفرج كلهم صحاب واخوات وكل شيء. اليوم كما قال ما نعرفش معناها قالها وقتها زياد المكي، قال 90 دقيقه نحب الترجي الرياضي التونسي، بعد 90 دقيقه نحب تونس. وهذا الشيء يلزمنا اريتون لي بروميس، عايش خويا سامي، اريتون لي بروميس فيزون دي زاكت، ونعملوا حاجة باش الأشياء هذه ونوعدك نتحدى كان بعد تصير أشياء كما صارت في الملاسين. سي المنجي راي الملاسين، نحكي معك بعد في التاريخ الكورة، الملاسين والأحياء هذه راي تخرج الكوارجي، والكوارجي الكل تخرج من الأحياء الشعبية وتخرج من البلايس هذيك البطحة، تويكا لا يخرجوا في كوارجي ولا يخرجوا في حد شيء. مارادونا منين خرج؟ إيه ولا لكن احنا تويكا إذا كان هما عندهم يوميان قولوا في التيران، ما يجيش الببليك يجي يحرم عليهم، ما يجيش الببليك يجي يهلك اللعبة. وليد تصريحات رئيس الأولمبي بين النقل أجت شوية الأجواء ماهوش كرناها المدام لعبت في برشا مناسبات وعلى العمل اللي تخدم فيه، لكن التصريحات بصراحة سخنت شوية الماتش. حكينا على الأوفوريين بكري كيف كيف، معناتها جات الأولمبي للنقل الفريق صعد للرابطة الثانية، اليوم بعد سنوات نلقاه موجود في النصف النهائي بذكريات الكأس 87 كان مانيش غلط النهائي ضد النادي الافريقي وقت الاولمبي النقل تحصل على الكاس. عادي يا سلام راهو باش يصير هكا دي ديراباج هكا دي زيكار صغار عادي نجموا نتفاهموهم، لكن من بعد يظهر لي رينا حتى في الحافله تسلفي مع اللاعبيه تاع النادي الرياضي السويق سيرينا جاو بي هي من ناحيتها قالت صارت شويه بروفوكاسيون من اللاعبيه. بون اللي صار قولوا نحن حابين كي المقابله تكمل، حابين كان يكون عرس في الملاسين كما قال سامي، مع المدينه طلعت برشا، فوزي الانشيري، مدر المساكني، محسن لي احمدي، رضا بن علي، الدين حبيطه، الحارس العايشي، مبكر الزيتوني، الشعتيني، كيفاش تقعد تسمي معنا لعب دلي ولعب معنا ولد دلي فرق لعب دلي تسمي الغدوه الصباح معناتها فهمت. ميسيش نعديو على الهستيريا اللي كانت موجوده على خاطرك باش نعديو والفرحه سي المنش النهائي باش يسمع زوج فرق قدام. باش نسالك عن النهائي، انا جايين النهائي، مازال خمس دقائق باش نحكيو كلمه كلمه عن النهائي. هاي سي المنشي كيفاش تشوف الفينال؟ الفينال هاني قلت لك راهو كيما قالوا في جربه المباراه هذه على 2000 متفرج معناها باش يصير مشاكل كبيره برشا، ولو جزير جربه معناها فرحه كبيره. هي انا جو سو با كونتر راهو باش تنقل الفينال كوب دو تونس. لا احنا راهو سامحني منجي باش ما يفهمونيش خاصه كيما قلت لك راني انا جربي بلادي جربه ونتشرف. اما نشوف الظلم في حق الجمهور تاع زوج فرق انا بيدي راني فرحان وسعيد ان باسم صالح بن يحيى تاع البنيه التحتيه في كل ولايه عندنا ملعب به. ممكن هاني قلت لك ممكن في القرار صار تسرع، لان اليوم كسسوا نادي الصفاقسي معناها يلعب حتى في تونس وشفناه ضد الاهلي المصري شكروا 2005 ولا 2007 معناها الملعب المرحوم حمادي العقربي كان مليان معناها بالجماهير. النجم الرياضي الساحلي كي يلعب زاد النجم الرياضي الساحلي في راد الزاده يكون مليان. انا نقول اللي اليوم نشوف في شامبيونات دوروب دي ناسيون فرنسا هونغري 66000 متفرج معناها تشوف الجماهير موجوده. اللي اليوم بالجماهير نتاع النوادي الاثنين شنو اللي باش تعمل؟ ان شاء الله ان شاء الله يخموا في حاجه اللي يلزمها تتعمل بتاتر لونتوراج غاديكا في الاماكن الكل يعملوا دي زيكرون جيون باش الناس تقعد تتفرج او موان بور ساتيسفير سيرتين بيرسون، لان التنقل باش يكون صعب بيان سور كسوا من صفاقس ولا من تونس. لكن لو بلوز امبورتون سي كو دو كلوب دو تري تري او نيفو ان شاء الله فينال تتعدى في مستوى عالي وكلو ميور غاني كيما نقول. سامي افيش كبيره كلوب سي اس اس زوج جمعيات كبار الارتجال، واحد يمشي يسبق الاحداث ويمشي يحط فينال كوب دو تونيزي في 2000 متفرج يحضروا 200 معناتها ولا 200 واحد. نعانيو ديما نعانيو ونقاسيو في القرارات هذه نتاع ناس ما تفهمش في الكوره معناتها، واللي يحب يخدم السياسه يخدمها بعيد على الكوره، واللي يحب يخدم الكوره يخدم الكوره، الكوره جمهور. والكوره فينال كوب تونس في زوج جمعيات كيما سياس والسياسيس والكليب افريكان يحلها كان الجمهور. وكان نجموا في رادس كانوا ينجموا يعملوا 5000 5000 10000 كانوا يهزوا الفالور نتاع الماتش ويردوا فالور اخر وما يتعداش كانوا ماتش. وشفنا الجمهور اعطى نكهه اخرى سواء ماتش كليب المسكين ولا الاسبيرونس والاهلي. فرق بعيد بين كوره ماتش بجمهور وماتش من غير جمهور. يعني الموتيفاسيون الاكسترا سيك تكون موجوده اكثر وجمهور يشجع وجمهور يحسن اللعبه برشا. باهي هذه النتيجه اللي تاع الناس بتمشي في الكوره. باهي نجيو للكرويا. كرويا
البالي نتاع يعني الكورب نتاع النادي الافريقي اسندون قد تطلع. سي اس اس بون ستابل وخارجه من ماتشات باهين مش خايبين. نستناو في ماتش كبير ماتش كوب دو تونيزي فينال كوب دو تونيزي. زوز فرق يستاهلوا باش يكونوا في الفينال. عملوا باركور باهي زوز في الكوب في الميكرو عملوا باركور باهي في الكوب. نستناو في مقابله كبيره اللي فاسدها شوي كما قلت لك الجمهور مش يكون حاضر. لكن نتصور باش تكون مقابله في الاوتور نتاع زوز انترونيرات ولاد جمعيه زوز انترونيرات باهين طالعين زوز كيبات يحبوا يهزوا كوب وتيتر غانيه يمنعوا بهم السيزون تاعهم يلعبوا كاف العام الجاي. ريهان زاد موجود وليد ريهان كبير هذا هو معناتها واحد من ولاد الجمعيه باش يجيب تيتر للفريق نتاعو. النادي الافريقي بصراحه تحسن برشا ملي جا منصر اون اسيست ديفونسيف اللي هي برشا معناتها هو يعطيك كمل الثاني في الرجوله اي عقل عبد الرزاق بلال الخبره اسكندر رجع تعدى بريود خايف رجع كيف كيف خليل قصاب واضحه معناتها مع التشكيله واضحه النادي الافريقي شونجمون الاثنين كيف كيف سي اس اس البارح في ال 65 دقيقه الحقيقه اللي شفتها ولو كما قلنا المنافس مش في حجم كبير لكن فما ديزوتوماتيزم واضحين. تالق محمد بن علي برشا ظهير الايمن في غياب غيث المعروف اللي كان يلعب ساعات هو مصاب بالكورونا هو احمد عمار و محمد سولة ما نعرفوش يحضروا للنهائي ولا لا هو مستوى صعيب صعيب شويه لكن النادي الرياضي الصفاقسي زاد ينجم يعاون اللقاء الجاي على الجانب نتاعو يعني عنده قيمه يدو سكري وكواكو عنده قيمه سلام معناتها في الديسبوزيتيف تاع النادي الرياضي الصفاقسي مقابله مفتوحه على كل الاحتمالات معناتها اكس 2 كما يقولوا اكس 2 ان شاء الله نشاهدوا مقابله تليق بزوز فرق واحنا ديما المقابلات انت قلت لي جربي عندك فكره على العشب نتاع الميدان باهي يلعب كوره مش خايب مصطفى المدوري هو المركب ماهوش خايب الحقيقه انا قلت لك سلبي مول سلبي مول الجمهور والله خويا سلام جوست 10 ثواني على اخونا منتصر الوحيشي وقت اللي يعمل في التحاليل نتاعو في القناه التلفزيونيه ديما نشكره كل شيء ومن بعد نكملها له ونقول له بارك الله فيك على الاضافه وكل شيء ومن بعد نقول له انا مانيش فرحان بالكل ناقص حاجه يقول لي شنو اش فما يا اخي يقول له اهبط للميدان الميدان أبت الميدان وهكا تبارك الله معناها ما فيزيون ما كانتش غالطة اللي أنا شفناه عنده ست كاليتي متاع الكوميونيكاسيون كيفاش يتعامل مع الملاعبية خليت اللي اليوم النتيجة راهو سي با أزار الكل راهو سي حاجات اللي نجم يصير في الرياضة ومحلاها الرياضة كي نشوفوا أشياء كيف هكا. يعطيك الصحة شكرا لك سلمونجي شرفتنا اليوم بحضورك أيضا سامي العروسي شكرا لك شرفتنا بحضورك اليوم بحضانا شكرا كيف كيف وليد قرفيلان زميلي صديقي مرحبا بك شكرا عايش. علي باشا في الإخراج أيضا تقوى مديوني في الإخراج الرقمي فدوى تركي في الأخبار وبعد رجعي